مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير. من تلفزيون جمهورية سومال نقدم لكم نشرة الأخبار وأبرز العناوين في نشرتنا لهذه الليلة. وصول الوفد الرئاسي لجمهورية سومالان فخامة أحمد محمد محمود آدن إلى مقاطعة بلديك التابعة لإقليم تقدر. شاركة نائب رئيس جمهورية سومالان فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي في لقاء موسع، الهدف منه إعادة الثقة لمشروع النظم الخاصة بالأراضي. شاركت عدد من الوزراء بينهم وزير الخارجية ووزير التخطيط وسفير سومالان لبريطانيا في مؤتمر عالمي فقد في مدينة بروكسل. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، والآن إليكم النشرة بالتفصيل. وصل اليوم وفد رئيس جمهورية سومالان فخامة أحمد محمد محمود آدم إلى مقاطعة بلديك التابعة لإقليم تقدير. وصل اليوم وفد رئيس جمهورية سومالان فخامة أحمد محمد محمود آدم إلى مقاطعة بلديك التابعة لإقليم تقدير والواقع على الحدود بين سومالان وإثيوبيا. وعند وصول وفد فخامته للمقاطعة تم استقباله من قبل آلاف المواطنين ومقيمي المقاطعة على جانبي الطريق حاملين الأعلام سومالان والأغصان الخضراء. وكان ضمن الوفد الرئاسي كل من حرم رئيس الجمهورية السيدة آمنة حاجي محمود شردة آمنة وريس، وزير وزارة الشؤون الداخلية معالي علي محمد ورعضة، وزير الدولة المالية سعادة عثمان سحرديد عطاني، وزير رئاسة قصر الجمهورية حرسي حاجي علي حسن، وزير الطاقة والثروة المعدنية معالي حسين عبد الدعالي، وعدد كبير من المسؤولين. هذا وتعد مقاطعة بلديك هي مسقط رأس رئيس جمهورية سومالان، وأقيمت بهذه المناسبة في مقاطعة بلديك مناسبة احتفالية كبيرة ترحيبا بالوفد الرئاسي رفيع المستوى. شارك في هذه المناسبة مسؤولي وعقلاء ومثقفي المقاطعة، والذين تحدثوا في هذه المناسبة بكلمات ترحيبية بفخامة رئيس الجمهورية الذي حل ضيفا كريما في مقاطعتهم، وشكروا أيضا فخامته على زيارته التاريخية لمقاطعتهم، وأيضا شكروا فخامته على افتتاحه لعدد من المشاريع التنموية ووضعه حجر الأساس لمجموعة أخرى من المشاريع التطويرية في المقاطعة. تحدث فخامته بكلمة أشار من خلالها إلى سعادته الكبيرة بمناسبة بهذه الزيارة إلى مسقط رأسه، وشكر أيضا مواطني المقاطعة على حفاوة الاستقبال الذي حظي به. وتحدث أيضا في المناسبة وزير وزارة الطاقة والثروة المعدنية معالي حسين عبد الدعالي بكلمة تطرق من خلالها عن أهم احتياجات المواطنين المنطقة وتعهدات رئيس جمهورية سومالان الوفاء بمتطلبات مواطني المقاطعة. شارك اليوم نائب رئيس جمهورية سومالان فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي وبرفقته عدد من الوزراء، شاركوا في لقاء موسع الهدف منه إلى كيفية إعادة الثقة بالشروع والنظم الخاصة بالأراضي بجمهورية سومالان. شارك اليوم نائب رئيس الجمهورية عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيلعي ويرافقه كل من وزير وزارة البيئة والتنمية الريفية إلى شكر حاجي إسماعيل باندري ونائب وزير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيدة شكري حرير ومسؤولون آخرون في الحكومة، شاركوا في لقاء موسع هدف إلى إعادة الثقة بالشروع والنظم الخاصة بالأراضي. أعد هذا اللقاء من قبل مكتب الاتحاد الأوروبي ومنظمة فاو العالمية وبتعاون مع عدد من الوزارات الحكومية منها وزارة الأشغال العامة ووزارة البيئة والتنمية الريفية ووزارة الزراعة ووزارة التخطيط القومي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. تحدث في هذه المناسبة مدير عام وزارة الزراعة سعادة عبد الله إسماعيل الفارح، تطرق من خلال كلمته إلى أهمية هذا اللقاء الذي يستند إلى أهمية الأرض التي نعيش عليها، ويجب حل المشكلات المتعلقة بالأرض التي نعيش عليها، ويجب التفريق بين أنواع الأراضي الزراعية منها والسكانية والمراعي. وتحدث بكلمة النائب وزير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيدة شكري حرير إسماعيل بكلمة أشارت من خلالها إلى أهمية مشروع إعادة الثقة بشروع ونظم الأراضي والنقاش حول هذا الموضوع. وتحدث بكلمة أيضا وزير وزارة البيئة والتنمية الريفية رحبت من خلال كلمتها أهمية التناقش حول هذه الشروع لما لها من أهمية قومية في جمهورية سوماليلاند. وتحدث أيضا مسؤولون من المكتب الاتحاد الأوروبي في سوماليلاند ومسؤولون من منظمة فاو العالمية، شرحوا مطولا من خلال كلماتهم أهمية هذا المشروع بالنسبة لسوماليلاند والحاجة الماسة لمثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى مساعدة المجتمع ومواطني سوماليلاند بتجاوز العقبات التي تواجه المواطن خلال هذه القضية.
وتحدث في نهاية المناسبة نائب رئيس الجمهورية فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيلعي بكلمة رحب من خلالها بهذا اللقاء وبأهميته وبأهدافه العظيمة التي تناقش قضايا تصب في الدرجة الأولى بمصلحة الوطن والمواطنين، وتطرق مطولا إلى المشاكل الأساسية التي تواجه المواطنين من خلال القضايا المتعلقة أن هذا الشروع يمس بالدرجة الأولى الاهتمامات المواطنين في ريف سوماليلاند، وشكر في الوقت نفسه القائمين على هذا المشروع من المنظمات العالمية ومسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية. شارك كل من وزير الخارجية بسوماليلاند معالي محمد بيح يونس ومرفقته وزير التخطيط معالي سعد علي شريه وسفير سوماليلاند لدى بريطانيا سعادة علي آدن عوالي وسيدة أدنى إسماعيل شاركوا في مؤتمر عالمي عقد بمدينة بروكسل عاصمة بلجيكا. شارك كل من وزير الخارجية بجمهورية سوماليلاند معالي محمد بيح يونس وبرفقته وزير التخطيط الوطني معالي سعد علي شريه وسفير سوماليلاند لدى بريطانيا سعادة علي آدن عوالي والسيدة أدنى آدن إسماعيل والسيد عبد القادر حاشي علمي شاركوا في مؤتمر عالمي بمدينة بروكسل عاصمة دولة بلجيكا ومقر البرلمان الأوروبي، وهدف هذا المؤتمر لمناقشة قضية نيل الاعتراف لجمهورية سوماليلاند ومدى التطور والتنمية الذي تشهده سوماليلاند، حيث تقدمت سوماليلاند بطلبا إلى المجتمع الدولي بالاعتراف بها كدولة مستقلة وذات كيان. تحدثت بكلمة السيدة أدنى آدن إسماعيل، قدمت من خلالها شرحا مفصلا عن قضية سوماليلاند وأهم الأحداث التي مرت بها للوصول إلى التنمية والتطور والاستقرار الذي تنعم به سوماليلاند وما تطلبه من تضحيات من قبل مواطني سوماليلاند لنيل الاستقلال. وتحدث أحد مسؤولين الدوليين والمشارك في هذا المؤتمر حيث أشار من خلال كلمته أهمية أن يحترم المجتمع الدولي ما قامت به سوماليلاند من أجل تحقيق التطور والتنمية في كافة المجالات وبناء دولة مستقلة ذات كيان ومتكامل وأحقية نيل الاعتراف من العالم. تحدث كذلك في المؤتمر وزير الشؤون الخارجية والتعاون العالمي بسوماليلاند معالي محمد بيح يونس، حيث تحدث من خلال كلمته عن الصعاب التي مر بها شخصيا خلال النضال لحصول سوماليلاند على الاستقلال والصعاب التي مر بها شعب سوماليلاند خلال رحلة النضال للحصول على الاستقلال. وفي كلمة لوزير التخطيط دكتور سعد علي شريه أشار من خلالها إلى أن سوماليلاند تشهد تطورا وازدهارا كبيرا في مجالات عدة، أشار كذلك إلى ضرورة مشاركة المجتمع الدولي في عمليات التنمية التي تشهدها جمهورية سوماليلاند من تقديم للدعم لصندوق سوماليلاند للتنمية. شارك نائب وزير الدفاع بجمهورية سوماليلاند سعادة عبد الدار عقه وبرفقته عدد من المسؤولين والسلاطين ومحافظ إقليم هود وعدد كبير من المواطنين قاموا بوضع حجر الأساس لبناء مركز كبير لقوات الشرطة، كما تم منح عدد من السيارات للهيئات الحكومية العاملة بالمجال الأمن المساعدة على استقرار الأمن بجمهورية سوماليلاند. شارك النائب وزير وزارة الدفاع بجمهورية سوماليلاند سعادة عبد طاهر عقه وبرفقته عدد من المسؤولين وسلاطين من بينهم سلطان حسن حاجي عبدي ومحافظ إقليم هود عدد كبير من العقلاء والشيوخ والمواطنين وبرفقته سلطان حيري قاموا بوضع حجر الأساس لبناء مركز كبير لقوات الشرطة، كما تم منح عدد من السيارات للهيئات الحكومية العاملة بالمجال الأمن للمساعدة على استقرار الأمن. وتحدث النائب وزير وزارة الدفاع بكلمة الأشارة من خلالها لأن هذه المشاريع تأتي ضمن تعهدات رئيس جمهورية سوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود آذن لخدمة الإقليم. كما تحدث نائب وزير الداخلية أشار من خلال كلمته إلى الأوليات القصوى في محافظة على الأمن الداخلي وعدم السماح لأي جهات خارجية بالمساس والأمن سوماليلاند. وتحدث في هذه المناسبة سلطان حيري شكر من خلال كلمته حكومة سوماليلاند على ما تقوم به من أعمال تنموية وخدمات للمواطنين، كما تحدث بكلمة سلطان حسن حاجي عبدي ناشد من خلالها المواطنين بالمحافظة على ما تقوم به حكومة بلادهم بمشاريع تنموية، كما تحدث محافظ إقليم هود أعرب من خلال كلمته عن ارتياح مواطني إقليم وتعهداتهم ومساندة حكومتهم. عقد اللقاء تاريخي هام جمع بين المدير العام بوزارة الزراعة بجمهورية سوماليلاند والمدير العام بوزارة التخطيط ومسؤولي منظمة الغذاء العالمي المعروفة اختصارا WFP، وتم في هذا اللقاء التشاور حول أنسب الطرق الممكنة للتعاون بين المنظمة والهيئات الحكومية من أجل إنجاح المساعي التنموية بسوماليلاند. عقد لقاء تاريخي هام جمع بين المدير العام بوزارة الزراعة بجمهورية سوماليلاند والمدير العام بوزارة التخطيط ومسؤولي منظمة الغذاء العالمية المعروف اختصارا WFP، وتم في هذا اللقاء التشاور حول أنسب الطرق الممكنة للتعاون بين المنظمة والهيئات الحكومية العاملة معها من أجل إنجاح المساعي التنموية بسوماليلاند. كما تم خلال هذا الاجتماع
التوقع على اتفاقية عمل ثابتة لإنجاح هذه الخطى الجديدة، كما قامت منظمة الغذاء العالمي بإهداء كل من وزارة التخطيط ووزارة الزراعة عدد من السيارات. وتحدث المدير العام لوزارة الزراعة شكر المنظمة على مجهوداتها من أجل إنجاح الخطط الزراعية الهادفة لزيادة المحاصيل الزراعية في صوماليلاند. كما تحدث أيضا المدير العام بوزارة التخطيط أشار إلى أن نتائج هذا اللقاء التي تعد تاريخيا أثمر عن نتائج جديدة من أجل العمل سويا في النهضة التي تقوم بها حكومة صوماليلاند. كما تحدث بكلمة مندوب منظمة الغذاء العالمي أعرب عن ارتياحه لهذا اللقاء وتقدم بالشكر إلى كل من مسؤولي وزارة الزراعة ومسؤولي وزارة التخطيط على مجهوداتهم الدائمة والمستمرة تجاه تطوير جمهورية صوماليلاند. عقد اليوم كل من مسؤولي مطار عقاب الدولي وإدارة الهجرة والجوازات بصوماليلاند مؤتمرا صحفيا أعلنوا من خلاله عن رفض مجموعة كبيرة من الجوازات المزيفة والغير الشرعية. عقد اليوم كل من مسؤولي مطار عقاب الدولي وإدارة الهجرة والجوازات بصوماليلاند مؤتمرا صحفيا بمقر المطار أعلنوا من خلاله عن رفض مجموعة من الجوازات السفر المزيفة والغير الشرعية التابعة لعدة بلدان أوروبية وأمريكية وأفريقية. هذا وتحدث في بداية المؤتمر الصحفي قائد عبدي سليبان آدم بكلمة أشار من خلالها عن عدد الجوازات المزورة التي ألقي القبض عليها من قبل مكتب الهجرة والجوازات بجمهورية صوماليلاند، يقدر عددها ما يساوي 320 جوازا مزورا أغلبها تابعة للدول الغربية والأمريكية. كما تحدث المدير العام بمطار عقال الدولي سعادة محمد يوسف إسماعيل بكلمة أشار من خلالها معلنا لأي شخص يحاول السفر بجواز غير شرعي سيطبق عليه بحكم قضائي يتلقى عقوبته بالسجن، مشيرا أيضا إلى أن المواطنين والعاملين بالمطار مدربون بشكل جيد على التعرف بأي جواز مزور وغيرها من المتطلبات والخدمات العامة للمسافرين. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذه الليلة. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.